انا ام ايمن رداد. المهم المشكلة ديالي هي ان ولدي توقف من الدراسة بسبب مشاكل عائلية. المهم القصة ديالي، كنت متزوجة واحد السيد، هو من الزمور وانا من كازا. كان واحد كنا عايشين حياتنا عادي درجة درجة، هو في الامارات وكنت انا مشيت التحقت به واحد الايام، ولكن بالظروف كيقول لي انا ما عنديش ماديا شويه مزير، وهذه كنقول ماشي مشكل نرجع نقري ولدي هنا وداكشي. من بعد السيد جا بغى يطلقني على اسباب تافهه، دونك دار دعوه ودار دار دعوه في المحكمه. المهم كان في اخر تراجع، يعني ملي شاف في القضيه فيها ماديات وداكشي وهذا فوق من النفقه وكذا وكذا في المحكمه، السيد تحايل وجاب ناس ودخلوا، وقلت ماشي مشكل نتراجع على ودي تولدي وداكشي، ولكن هو كانت الفكره عنده فكره اخرى وداكشي. من بعد جابني هنا، الشقه ديالو درناها بي انا، كنت يعني انا تتزوج بيا ودرتها انا وياه وداكشي. من بعد شنو مشيت مع ما كنبقاش كينفق عليا، جلس معايا 20 يوم ما بقاش كينفق عليا، وهذه مشيت عند عائلتي في العطله على حساب باش زعما كاين يساعدوني ماديا بما هدا الله ويصيفط لي المصروف دي انا وولدي وهذه. رجعت لقيته بدل القفوله ديال الدار هي هذيك، ما لقيتش فين نسكن. جيت عند المؤسسه قلت لي عطيني ورقه المغادره، قال لي واخا عندك ورقه المغادره لاسباب نقاط ما نقاط، ولكن السيد ما عطانيش غير كياخر فيا هكاك باش داكشي ماديا باش يبقى ابو الابن ديالي يخلص لي شهريا، يعني شهريا وهو ما كيقراش. انا دابا الولد ديالي مسكين كل نهار تيقول لي ماما بغيت نمشي نقرا، انا ما لقيت لا جهد لي. المدرسه في كازا قبلته ولكن دابا موقفه على حساب الظروف ديال اللجنه وكذا وكذا. قلنا من بعد قلنا جيت عند المدير على الله وعسى من باب الانسانيه يعني يتدخل، وبدات طلب بالانتقال المؤسسه اخرى، المؤسسه المستقبل يعني استقبلته، ولكن المؤسسه المغادره ما بغاتش تعطيني وقت المغادره. المهم انا من هادشي كامل وبلا ما نطول عليكم، انا كنتمنى من وزير التعليم انه يشوف لي واحد الحل، لانني ماشي هاد المشكله كنحس بها انا بوحدي، ولكن العديد من الاطفال الابرياء الا كانوا الاطفال كيتحملوا مشاكل الناس الكبار راه هادي افه كبيره بزاف، لاننا حنا الكبار نقدروا نتحملوا، الاطفال الابرياء ما يقدوش. لان الله يحسن فكروا انكم اي واحد عندكم الابن، اي واحد عنده الكبده ديالو، حسوا بيا انا راه ام، حتى انا راه ما كنعش، بغيت ولدي يتعلم، بقى ولدي صغير يعني انت انا راه بغيت كنتمنى انني انا كنهرم نفسي باش نعطي لولدي هو الاول، لان ولدي هو اللي خاصو يقرا. انا عندي ولد واحد، انا كنت ديجا دير حادث ديال السير ضربت في الباساه، ودابا انا عندي ولد واحد فقط، لانني انا هذا الولد بغيت نكبروا الاحسن، يعني نربيه ونعلمو، يعني نعلمو الاحسن، وهادشي اللي كنتمنى، هادشي اللي طالبه منكم، وكنشكركم بزاف. السلام عليكم، معكم مسؤول مجموعة مدارس. غير بالنسبة للقضية ديال محمد رضا رداد، كانت عندنا الأم ديالو باش بغات تاخد شهادة مغادرة، كنتفاجئوا بإشعار من عند الزوج ديالها نهار 26/11 بأنه كيحملنا المسؤولية إلى ولدها انتقل شي مؤسسة أخرى. كنتفاجئوا ثاني ببلاغ وصلنا من استدعاء، وصلنا نهار 9/12/2019 في المحكمة ديال الاستئناف بالجديدة، والنزاع هو الحضانة، يعني الأب كيقول لك أنا عندي الحضانة والأم كتقول لك هي عندها الحضانة، هذه هي الإشكالية اللي كاينة دابا. وبالنسبة للحل هو اللي غادي يعطينا الوثيقة ديال الحضانة هو اللي غياخذ شهادة المغادرة، لأن دابا الطرفين جوج في نزاع، مازال مسجل في مؤسسة ومرحبا به يدخل يقرا في أي وقت، غتكون المشكلة ديال المؤسسة الأخرى، لأن خاص باش تقيدوا خاصة ضروري تكون عندها شهادة المغادرة، لأن ما صار ما غاديش يدخل، دابا ما يدخلوا لنا نقاط لا والو، خاصو ضروري ياخذ شهادة المغادرة عادي يتسجل في مؤسسة أخرى، لأن الأب ديالو كيقول لك بأن أنا عندي الدار هنا باش الابن ديالي يبقى انا اخذتها لي في ازمور باش ولدي يبقى يقرا في هذه المؤسسه.